اللي يحب يدرس المحاسبة لابد أن يتحكم في فصول القانون 0711. الأحكام القانون التجاري التي تتناول مفاهيم ومصطلحات ومبادئ متعلقة بالمحاسبة، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المثلة، وجميع القوانين الأخرى بما فيها القانون النقدي والمصرفي وقانون المالية والقوانين المالية التكميلية. النظام أو المرسوم التنفيذي المالي في رأيي قام المشرع بصياغته لأن يحيط بالإطار التصوري، بمعنى من يريد أن يقوم بقراءة الإطار التصوري بصورة معمقة يجب عليه أن يتحكم في المرسوم التنفيذي 08156.